الحوار الثالث. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جوعان جدا. الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وفاكهة، هذا كثير جدا. لا تأكل، لا تأكل. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف؟ من؟ والدي ووالدتي. أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جوعان جدا. الغداء على المائدة. ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وفاكهة، هذا كثير جدا. لا تأكل، لا تأكل. لماذا؟ أنا جوعان. لدينا ضيوف. لدينا ضيوف؟ من؟ والدي ووالدتي.